هنا في ميدان تايمز بمدينة نيويورك، حيث يتجمع عادة السياح، احتشد آلاف المتظاهرين احتجاجاً على الاتفاق النووي. نحن هنا كأمريكيين نتحدث بصوت واحد ونقول أوقفوا هذه الصفقة مع إيران، ودعونا نقول ذلك بصوت عال ليصل إلى أسماع واشنطن. أيضاً بعض قيادات الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي يريدون وقف هذا الاتفاق. لا تقتصر الخيارات على الاتفاق أو الحرب، وهذه الأفكار جاءت من رئيس ووزير خارجية ضعيفين أرادا الاتفاق بأي ثمن. إحدى نقاط الخلاف على الاتفاق مع إيران هو أنه يهدد أمن إسرائيل، وهو اتهام ترفضه الحكومة. هذا الاتفاق سيؤمن مستقبل المنطقة والدول الصديقة، وسيحقق الأمان للعالم، ونحن على قناعة بأنه لا يوجد بديل آخر لهذا الاتفاق. آليات التنفيذ هي التي ستقرر فيما إذا كان الاتفاق سيحقق السلم والأمان في المنطقة أم أنه كان خطأ تاريخياً.